بعد زيارة رسمية إلى مملكة البحرين، التقى خلالها بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. غادر اليوم السيد ميلوجيكو سبايتش رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود. وكان سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مقدمة مودعيه. كما كان في الوداع سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخر وزير الصناعة والتجارة، والسيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق.